مساء الخير، مساء الجمال، شو هالإطلالة الحلوة؟ يخليك يا رب، ميرسي. مساء الفل، وسهلا فيكي وفي كل المشاهدين عم بيحضروا. أول شيء رح نحكي عن الفن، أوكي؟ شو جديدك الفن؟ أنا هلا ما في شيء فيني يعني سوليد فيني أقول لك إنه أنا رح بلش فيه، بس أنا إن شاء الله عم فكر إيجي على دبي، عندي كم بروجكت بان أرب عرضوا علي، بس انا هلا مشغوله كان بمهرجان دبي وبالفستيفال، وعندي كذا ايفنت معزومه عليهم بدي اعمل فيهم ابييرنسز، فبدي اخلص منهم هول بعدين بلش نقرا الورق وحنشوف شو رح اختار، وان شاء الله يكون شيء حلو، لانه الجديد علي انه هون دبي عم بنعرض علي الاعمال وعم بخيروني باللهجه، انه عم بيقولوا شو جاي على بالك بدك تحكي اللهجه الاردني ولا المصري ولا ما شاء الله عليك كثير شاطره. الحمد لله الحمد لله، يعني انا بشكر الله دائما انه عاطيني هاي الموهبه وهاي الشيء الحلو اللي بميزني فيه، وبحب انا استغل هذا الشيء كمان، فكوني طبعا لما بتكوني بمصر الاعمال بتكون مصريه، او بتكوني مثلا بلبنان بتكون الاعمال معظم الوقت لبنانيه، فالحلو هون بالاعمال عم تنعرض علي انه كمان كذا لهجه وعم بخيروني شو اللهجه، لانه في فلكسبيليتي بالتغيير الجنسيه الدور اللي عرض علي، وان شاء الله ان شاء الله خير رح اخبركم بعدين. طب استنى نشوفك بالكوميديا، وينك عن الكوميديا؟ انا اشتقت لحالي بالكوميديا وحياتك، عندي انا كمان اشتقت، بس ما بعرف شو عم بصير السوق، يعني معظم حتى الكتيب اللي عم تنكتب عم كتب للرجال، يعني حتى ما عم تنكتب للبنات، بس انا بوعدك وعد كثير كبير، انا كوني هون ان شاء الله بدبي رح اسعى انه يكون لي عمل اطلع فيه وافجر فيه الطاقات اللي لسها موجوده جواتي مش عارفه اطلعها. صح، يعني انت بالضبط شو بتشوفي انه دور المراه في الكوميديا في العالم العربي هو فعلا قليل، يعني حتى اظن انه اسماء مش قليل، هو كان بالعكس كثير كبير وقل، يعني هو كان كتير كبير من ايام، يمكن عشان ما في تشجيع مثل ما قلت لك، الكتاب او شركات الانتاج بتتشجع اكثر ان تكتب لرجال عن الستات، رغم انه هم مثلا بشوفوا مايس بيعرفوا انه مايس مثلا كتير شاطره بالكاركترز وكتير بعمل تقليد شخصيات وفي اعمل وبغني وبعمل استعراض وفيني انه اعمل هالاشياء، بس يمكن بكون ما عندهم الجرأة الكافية انه يعملوا لست، وقلائل هلا بالوقت الحالي الفنانات العربيات اللي بقدموا الكوميديا. طب ما بتفكري مثلا تعملي برنامج حتى لو في السوشيال ميديا دام الناس تطلب منك هالشيء؟ اكيد اكيد رح يصير هذا الشيء، اكيد اكيد، ومش رح يكون يعني رح يكون في تعاون مع احدى الشركات في هذا القبيل، فبس انه اعطوني فرصة ارستق وضعي شوي. بعيدا عن الكوميديا، كلمينا عن الاطلالة الجميلة لليوم واطلالتك في كل يوم، شو بتعتمدي؟ شكرا كثير. شوفي انا بلحق الموضة ما بلحق الموضة، لأنه في مرات موضة بحسها ما بتلبق لي، أنا عادة اللون الأسود كتير بحبه، اليوم اخترت اللون الأسود، نحن اليوم في الفاشن وومن مودست فاشن شو، ف اخترت اللون الأسود، كتير حب لبسه من محل اسمه أو كونسبت، عندهم أشياء كتير فيمينين وفي نفس الوقت عندهم تاتش فيه سرعة مثل ما انت شايفه، حبيت كثير الفيذرز الريش، طالع موضه صار له فتره، بس انا يمكن ما كان عندي الجرأه قبل انه البسه، اليوم تجرأت البسته، الشعر خلص صرت عم بروح كثير فيري سمبل، بطلت اعمل اي شيء، يعني حتى انا كثير مميزه كنت انه انا دائما بضب شعري سبانيش، عم بخف شوي انه بخليه فيري سمبل، الميك اب بلندد اسود، ما بحب احط اسود بالعيون لانه بخليني بطلع شوي قليتل، بيعطيني الاجريسيف لوك، بس يا ستي ما شاء الله عليكي بتجنني. شكرا كثير، شكرا، بتمنى لك كل التوفيق ونرجع نشوفك مره ثانيه. ميرسي يا حبيبي، شكرا، ثانك يو لك، ميرسي.